والله يعني شو قلت لي؟ مغمي يعني استاذ على التصوير دغري. انت قلت لي تفضل فاجيت انا. يلا هي صابه بس مرحله وتمر ان شاء الله. واحد من بدايتها الحمد لله، بس بعدين يعني بيستفاد. الحمد لله الف نعم من الله. وابو صبحي خبير طبعا، ما هي يعني شو بدك تتعلم بيعلمك شيء اكيد. الحمد لله تعلم بالمصلحه يعني، هيكي هو جاي لهون معلم بالمصلحه. الله محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعه معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم. ثانيتين بنعمل نظرة وبنعمل بروفا. يلا اهلي ابو العز، هي سبقتنا انت. انا بابا. سبقتنا. الحمد لله. قلت لي لا بدي اتاخر، انتم بتجوا اسرع مني. والله اجيت طياره مع اني انا فكحتي يعني، اشوف هلا طالع بلا عكازي حتى. عليك العافيه. عكازي معك انت. ايه؟ ان شاء الله خير. الله يجعلك خير. والله أنا قديمة؟ إيه من 6 سنين. 6 سنين. حادث؟ بشغل بالشغل، والله أنا بشغل المكيفات. الله يعطيك العافية. وشلون صار؟ وقعت من 7 أمتار لتحت، بس جيت واقف هيك. جبرتها وزبطتها؟ والله انكسر ظهري وعملنا. يا الله. يلا استفادات ربك رحمة. بس هيك ما بعرف شلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه والله انا فكرت يعني عم تقلي معجوقه وما ايش بدك تساوي. طيب بدك تدبر امورك هون، انت عود خذ راحتك. لي فتره انا صار لي 7 8 ايام ما اجيت. ايه وهون شوفت عينك يعني ما عم اشتغل. هلا هون صيانه كهربائيات. ايه بعمل يعني عامل هيك مثل انه هذا قسم الكهرباء. وهذا قسم الكشاكيل تبعتي. الكشاكيل. نعم. حلو الذوق. لك الضوء شاعل الضوء. نورك كافي ابو العز. معتز الخطيب. نعم سيدي. مالي مخربط ما؟ ايه معتز. على راسي والله يا معتز. دي مواليدك معتز؟ 71. اوه مبارح. يلا انت اول ما اجيت لهون دغري فكرت انك تستأجر ولا؟ انا صار لي 4 سنين هون وقاعد بالبيت يعني ما بطلع ولا افوت. مع مريض يعني بصراحة عندي ما فيني، مو كل يوم فيني اطلع من البيت حتى. ايه ف هيك لحتى الله اذان يعني. يلا الحمد لله شوي شوي الامور. اخذت كم قطعه اول شيء جربتهم بالبيت. ايه يعني هيك. هيك الشغلات للمرأة. هي والله حلوين. ايه هون نحاس للون. ايه نحاس. بتنزل فيهم نحاس. شو الماده هي اللي ولا سر؟ لا ما في شيء. هلا انا كنت لو جاي قبل بفتره كان في شيء مو خالص، كنت ارجيتك المراحل الطرق يعني. ايه ايه حتى عندي بالصور اثناء المراحل. والله اصعب من الصدف هذا كثير كثير يعني. في قطع اكله معي مثل هي شهر ونص. ايه ومستخدم بعدين البلح انت هون. ايه حلو. الله شهر ونص كل يوم كم ساعه؟ ايه اضربهم بقى. ايوه يعني 3 ساعات 4 ساعات 5 احيانا. الله بس بلا ما يصير امتى المساء يعني بتشد القصة. بطل روح على البيت. كنت هلا صرت كنت عزابي صار لي كل هالفترة. هلا من كم يوم الحمد لله اجت العيلة وصار الواحد بده ينشغل فيه. هلا ما بعرف بقى شلون بدنا لسه مو قبل. شو صار معك بده الواحد يرتاح بده سنة. حلو هي عامل براويز صغيرة كمان. هلا هذا خشب، هذا فخار، هذا بورسلان. هذول هي افخم قطعة واحدث يعني اعظم ما صنعت. اكل الشغل كثير هي ابو العز. كثير كثير. هي شي شهرين مع شد الهمه. الله. والبلح في هذول في 3 وحدات سحبون النار بيجوا هنيك الكهرباء هون التحف الشرقيه. نعم. هون بنتك. شو اسمك؟ جودي. جودي. يا جودي هيك على الكاميرا نشوف وشك. اي صف جودي؟ 5. يا عيني عينك. امتى وصلتوا؟ من شي اسبوع. اسبوع كيف شايف الوضع؟ حلو غير شكل ما. صار واحد يشوف الضوء. ايه شو عندك غير جود؟ عندي محمد نور الدين 17 سنة. الله يسلمهم. يلا ان شاء الله هيك لو ما لحقتي العام الدراسي فات عليها. ان شاء الله. هلا كنا طالعين من البيت رحنا على المدرسة. أيوه. بقى انا سألت وقالوا لي تعال بعد ساعة. جيت بعد ساعتين قال تعال بكرة. كل الوقت مثل رفيقة. هلا كنا احنا وماشيين. أيوه. رحنا اشترينا له اواعي. والله حرام تقول لي بابا هي غالية ما بدي. بابا خلص روح بابا ما بدي. والله العظيم.
حلو، بنسمع هون اغاني واخبار. والله هذا جايبه متى ما زبطت البيت هيك للصمد. هذا في سقيفه منيح عندك؟ سقيفه هون تحط اغراضك عليه؟ هذا بلا ما نحكي شو كان في على السقيفه بعد التسجيل. كان صار لي 6-7 شهور عم لملم من على البسطات الاسكيجي للبيت. ايوه اغراض اسكيجي اللي هنن العربيات اللي هون بيبيعوا الشيء القديم. ايه متى ما صار عندي اخذنا البيت على غفله وجبناهم على غفله وكله سحبته وضل المحل هيك. صار لي اسبوع ما اجيت لهون. هاد نع الطرقات كلهم لململوا ومفصلوا. انا الخزن يعني كله ايه يعني هاي مخزانه. ايه شوف كل شيء من قبل القطر اغنيه هذا جنب هي مخزنه. صارت خزانه. ايه الطاوله وهي مكتبه. شوف هاي كل واحده من قرنه جايبه كلهم فصلوا انا عامله. هذا الحيط ما كان انا عملته وعملت مغسله جوا. حلو هدول كله شغلي. اهلك اجوا على غفله ونحن جينا على غفله. والله انتم معني عم انتظركم من زمان. شلون يعني انا وقت اللي حكيت معك والله كنت فكر عم بحكي مع واحد تاني، لذلك وعدته بغير قرني ودي خربطت معي القصه. انا بعت لك خبر مع ظافر قطب من شي شهرين. ايه وما خبرك. الحق على ظافر. ما وبعد من يومين ثلاثه دقيت له قلت له بدي اسالك عن مدارس عشان ابني ما رد. ابو الغيث شغله بس بيفيد وقت اللي بدك يا هذا موجود. الله يوفقه يا رب يا رب. هو بالاخير بدك يعني توقف عن شغله ما اللي بتمشي بدك انت. الاغلب رح اركز هنيك لانه هدول حرام يعني الشغل عم ياكلوا معي وقت ما حدا وقت وصعب تلاقي زبون لهم. صعب إيه وانا حركتي صعبه اني اروح اسوي وبيع وكذا. حركتي صعبه والله. انا ايه هلا هون بالصيانه الشيء العلاقه بالكهرباء الالكترونيات بما هون بيصير في ايه مكنسه دفايه مروحه مكوايه سشوار هالشغلات هاي. زمان تركت التبريد والتكييف ما بقى فيك صعب فيني اشتغل فيها. هلا اذا فيني بالمحل مثلا شيء حدا يجيب لي يساوي هون بارضي ممكن بصلي. بتصل ايوه إيه اما اروح اتعربش وكذا صعب. الله يعطيك العافية. الله يعطيك. أبو العز الحديث معك والله منعش والله هيك لأنه أنت عندك تجربة شخصية قدرت هيك تتخطاها. أيوة كل واحد على يعني إمكانياته الحمد لله. أي أيوة والله إن شاء الله بس نقدر نكمل إن شاء الله. لا يعني الحمد لله عائلتي لقيت لها بدها حسابات كثير الحمد لله. الواحد كان لحاله بيدبر حاله ما المهم الله هيك فرح قلبنا وشفناه الحمد لله. والله هذا يعني مكسب أيوة مكسب والله. يعني شو الواحد له غير أهله وأولاده. الله يعطيك العافية. الله يعافيك وشكرا لك. العفو والله. ويعني عيب شو محضرته ما حضر واجبكم أنت الواجب شو. أهلا وسهلا فيك. والله الشغل بالمستعمل هو صعب ما لانه في طبعا مسؤوليه وتحميل. ايوه بالضبط. وخبره بدها اكيد طبعا. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. صار عندكم خبره ولا جدد بالمهنه؟ لا الحمد لله صار عندنا خبره وصار لنا 4 سنين يعني بال 4 سنين. انا صار لي سنه هون. 4 سنين سنه معناته هو المعلم. هو المعلم. الواحد بينبسط وقت اللي بيوصل الغرض لبيت واحد وبتلاقي زي الغساله ولا البراد ظريفه طبعاً ولا طبعا كان يعني اي طابق ما في رغم انه هون ضيقه احيانا بتحس الحواري كثير صعبه. هو بالنسبه للدراج عندهم كثير ضيقه ولف صايره. شو انا بالنسبه رح تغير المهنه ولا عجبتك؟ لا والله ظريفه. ايه منيحه هيدي لكذا قصه عرفت كيف. مو انه مصلحه واحده فيها ايه. تصليح فيها تحميل فيها تجاره فيها كل شيء. ايه الواحد بيتعلم شلون يبيع ويشتري. ايوه وبنفس الوقت اذا واحد بالبيت عنده بيعرف البراد شو بده الغساله بيعرف يفرش بدون ما يخدم اهله يعني بدون ما او الفرش. انت عندك الفرش ممكن تكون القطعه مو ظابطه يعني يصير الواحد يعرف اذا اتخذ ماشي ولا الكرسي شو بده ولا. هلا نحن ما بنجيب غرض الا يكون مستفيدينه يعني ما يكون في شيء نظيف وكل شيء حتى ما يتضرر الناس فيها. واكثر شيء يعني انتم بالنسبه لكم بكره اذا صار في الواحد عنده مشروع زواج او يرتب بيت يعني لحاله بيعرف شو بده يجي الواحد من القصه. لا طبعا انا خاطب وان شاء الله اول سنه ظبط وضعي الحمد لله مبروك. الله يبارك لك. انت اكيد بكير. بكير طبعا. يعني هون كل شيء البيت بده اياه موجود من السجاده للمعلقه شو بيخطر على بالك موجود. ايه البيع بالمستعمل يعني بيريح لانه ارخص ما واحيانا بيجي شيء مستعمل احسن من الجديد هون فعلا. ايوه يكون الماركه او هيك
بسعر ارخص وبنفس الوقت يعني انه من قريبه ما بيظبط حاله. ايه في شغلات رخيصه وفي شغلات غاليه بس ثقيله. يعني الواحد يعني ممكن بتركيا اذا بده يفرش بيته مثل ما بيقولوا جديد او يسموه صفر انه بجوز بده 15,000 ليرة لحتى يزبطه، اما ممكن ب 2,000-2,500. في هيك وفي هيك، في تركيا يعني قليل كتير ليجينا حدا بيفرش صفر، يعني في على مثلا بتاخذ شوي مستعمل شوي جديد انه شيء يغطي بعضه، عرفت كيف؟ ايه بس بالنسبة لكم انتم ضمنانين انه تفرشوا على كيفكم. ايوه بالضبط. والله هي مكسب اشي اكيد طبعا، ضمنانين يعني انه الواحد خلص عم يشتغل بنفس المصلحة ويفرش. انت لحالك هون ولا اهلك معك؟ لا لحالي هون. وانت؟ لحالي منعزل. اوه عم ننام بهالمحلات الحمد لله، موفر علينا سكن وكذا، اجرة سكن الحمد لله، الواحد مؤسس حاله من البداية. يلا معناته طالما الواحد هون بينام وبياكل كمان على الماشي بيقدر يوفر شوي. اكيد اكيد الحمد لله. يلا هي صعبة بس مرحلة وتمر ان شاء الله. الواحد من بدايتها الحمد لله بس بعدين يعني بيستفاد. الحمد لله ألف نعم من الله. وأبو صبحي خبير طبعا، ما هي يعني شو بدك تتعلم بيعلمك شيء. أكيد الحمد لله تعلمنا بالمصلحة، يعني عرفت كيف؟ هو جاي لهون معلم بالمصلحة فتعلمنا منه كل شيء الحمد لله. سبحان الله، هو عنده خبرته عالية يعني بالإلكترون والكهرباء والميكانيك وال... طبعا شيء أكيد، يعني هو مصلح وكذا بيعرف كل شيء، حتى خبرة بالأنتيك يعني اذا في قطعه قديمه بيعرف انه شلون بيعرف شو هي. يلا محظوظين معناته، هو محظوظ فيكم الحمد لله. ايه الله وفقنا بهالشغل وكذا، مؤسسين يعني من البدايه الحمد لله. خلينا المعلم ابو صبحي. ايه الحمد لله الحمد لله، موفقين ان شاء الله. الله يسلمك يا رب. الحمد لله. طلعت معاه؟ ايوه تذكرتها. ايه هلا انت هي الصور بس صورتها بالبرنامج، اي حلقه ما بتعرف برنامج ما بعرف والله. يعني شفت بنتك انت بالبرنامج استغربت؟ لا مو استغربت، لك اجت يوميتها ايه على البيت ليك هاي. ايوه هي تذكرتها مزبوط. بس ظريفه كانت والله. الله يخلي لي اياها. بس ما حدا قلنا تعوا صوروها هيك لحالنا. ايه بعرف هي انه عفويه طلعت. رفيقكم ابو ياسر؟ ابو ياسر شريكي. والله صعبه هي. رفيقك لسه احسن ما؟ رفيقي من كنا بالمدرسه رفيقي. بالمدرسه، لحقتوا بعضكم على تركيا كمان؟ لا اله الا الله. زبطت معك ولا معه اكثر شيء؟ شربنا ميه العراد. ايوه. فالله كتبنا نشرب ميه اسطنبول مع بعض. ميه العراد غير ما؟ مية العراد دبعة هي كانت. العراد ايه كانت نبع اول شيء نبع العراد. ايه وبعدين انا ما عندي الخبرة زيادة مثل اهالي اللي شايفهم. انت نبع البراد نبع العراد اساسي هو كان بيتسيا. انت شعر شو قال؟ نبع مروان. لا عواض العراد شو قال؟ نبع البراد. مو لانه مصلحته يبيع برادات هذا يا اخي. تذكرت في زبون بده براد انت عم تحكي. ايه بقى بعد ما خفت نبعة العراد في نبع صاروا يعيدوا له التحلية تبعه سموه نبع مروان، هذا قريب على منطقة العراد وما حولها وزبطت الأمور. بس بعد نبع الفيجة ما في. كنتوا سوا قطعتوا فترة واجتمعتوا هون ولا ما قطعتوا واجتمعتوا؟ والله قطعنا فترة. كم سنة؟ قطعنا فترة شي 3 سنين تقريبا. 3 سنين يعني مو شي 3 سنين يعني هو يجوز التهى بشيء. وانت صديقي بالمدرسة وجاري بالمنطقة وكان كل شيء صعب علي صلحه روح لعنده بروفيسورنا كان بالشام. بس هو بعينته شقوي ما؟ ايه ما له قلي. كان مقتنع بهي المصلحة؟ هلا هو كان موجود انه بأنطاكيا. ايه؟ هو الشغل الأساسي تبعه موبيليا ومطابخ. ايه؟ تمام موبيليا شاملة يعني موبيليا يعني قريب من القصة هي. ايه اجى لعندي لهون زيارة، يعني اجى لعندي زيارة وشافني انه عم بشتغل بهذا الموضوع، انا موضوع المستعمل وتجديد وهالامور هاي، وحب الفكرة وعرض علينا، يعني تعرضنا انه نتشارك مع بعض واتفقنا الحمد لله. مش الحال مبسوط انا وشريكي كتير يعني. يعني ما بدك كتير حسابات يعني. يعني اتقن عمله. يعني هو اكتر شيء هي اشتغلت وقت صار كان في نزوح كتير ما وهجرة و... نعم كان الفيزا مفتوحة حركة قوية كانت. خفت اثرت عليكم؟
أثرت، بس لما الواحد يقعد بمجاله ويتقن عمله ما بيتأثر. يعني هلا مجالي بالموبيليا، شريكي مجاله بالالكترون، لو خفيت بتضل انت مميز، يعني قطعتك مميزه، صنعتك ايه، بيضل يعني حتى التراك احيانا بلشوا يرتادوا. هي القصه كان ما كتير يعني عندهم نظام، بجوز انه بيقدروا يجيبوا بالتقسيط جديد و تركي متعود الغرض سنه سنتين غرفه النوم بكبها، عرفت شلون؟ هلا من جديد كمان يعني نحن تعلمنا الاتراك ونتعلموا منها، هلا من جديد صار نادينا نصلح له ان كان وصلت على الصيانه، الصيانه ما عندهم اياها كثير يعني. يعني كان كل سنه كل سنتين يبدل. هل لك اخي في وضع اقتصادي معين مثلا حروح ليكون سوريين مثلا عم يصلحوا مدبروا امورهم، نحن عم نطلع نرجع لنا نحيون القطعه، عم يكونوا ممنونين وعم مشوا امورهم. يعني احسن ما يكب 2003 حط له 200 300 ليره مشى اموره. يعني هو مستفيد، التركي بيستفيد، والمواطن السوري والتركي بيستفيد. بالأول قبل ما يجوا السوريين لهون على تركيا ما كان في شيء موضوع اسمه، حتى برخصتهم بحكومتهم ما كان في شيء اسمه مستعمل بطاطا، ما كان هذا الموضوع معروض أبدا. وقت اجوا السوريين وفتحوا هاي المحلات لقوا انه يعني مطلوبة، لانه كل الناس بتجي، تعداد المحلات صار منيحة كتير. هلا انا من 4 سنين ونص وقت جيت انا ثاني محل بالفاتح هون بفتح مستعمل، ما في غيرنا 2 كنا فاتحين محلات. بعدين هلا ما شاء الله في 40-50 محل صار مستعمل، يعني عم تتطور العالم. وهلا سمحت الحكومه يعني طلعوا قرار انه رخصوا لكل المحلات. هلا احنا من فتره وجيزه يعني قريبه كثير قدرنا الحمد لله رخصنا المحل وساوينا كل اوراقنا النظاميه، وهلا عندنا موضوعنا شركه، احنا ما عاد في عندنا اي مسؤوليه من تجاه الدوله. انا بتذكر انه وقت اللي احيانا بتلاقي بالليل الساعه 12-11 بتلاقي سوريين يدوروا على حرام، على تخت، على يعني انه هو جاي هلا موصل. وبتلاقي مثلا ما بيعرف حاله امتى بده يطلع على اوروبا، فبيشتري الاغراض بسرعه، بيشتري يعني بيحاول يفرش بيته بسرعه، عرفت شلون؟ احيانا بيضل 15 يوم احيانا شهر حسب امور تيسير رحلته. متى ما خلص يعني خلص بدق لنا تعالوا نزلوا الاغراض بعد اذنكم، ايوه تعالوا اشتروهم، نحن بنبيعه ونحن نرجع نشتريه. هو أصعب شيء كان واحد ما يلاقي حدا يشتري الأغراض، إنه يكون تكلف كتير. كان عالم دقنا 12 بالليل، أنا على يعني لما شاركت رفيقي ما كان شريكي ما كان هذا الموضوع، بس هو قال لي 12 واحدة بالليل 3 بالليل أحيانا يندقوا له، يحمل حاله هو والشباب يطلعوا يقضوا له حاجته ويرجعوا. بيكون مثلا هو أمن سكنه بقرنة، بيجوا بيقولوا له تعسكم بس ما في الأحرام ولا في تخت ولا في شيء، دبر راسك. كتير كتير يعني بالبدايات وقت كانت تجي العالم كتير من سوريا لهون أو تجي من أي دولة، مو موضوع بس سوريا، نوصل أيام مرحلة 4 الصبح نفرش البيوت، 4 الصبح نزق العفش ونفرش البيت، يكون أي شخص يعني جاي مستأجر البيت هون وبده يجهزه يعني بده يسكن، لأنه عم يدفع أوتيلات مبالغ كبيرة، بده فورا يعني. قلنا أنه الشرط أنه هاي مفتاح البيت ولازم أنه الصبح تكونوا جاهزين، يعني بدي يجيب عيالي بدي يجيب مدامتي مشان نسكن بالبيت. نضطر أيام نضل 4-3-4 بالليل نحن عم نزق عفش ونفرش ونجهز، لانه احنا مستلمين موضوع تجهيز كامل للبيت، يعني مو بس بنتركه انه خل بس بنحط الاساس المنزل وهيك، لا بنفرش له بنعلق له البرادي بنجهز له كل شيء، كل هذا الموضوع بيكون جاهز، يعني بنسلمه البيت جاهز ابدا ما في اي مشكله عنده، بفوت دغري بيقعد فيه للبيت. هلا هو بضل ارخص بكثير من اكيد كثير، مو شوي يعني فرق يعني، ما هو انه يعني واحد ممكن يشتري طاوله ب 150 ليره بلاقيها ب 15 او 20 ليره نفس الطاولة بس لأنه مستعملة. هذا الموضوع يعني هلا مثلا موضوع مثلا على مستوى براد جديد أو غسالة جديدة، إذا كنت بدك تجيبهم ممكن يكلفوا مثلا 3000 تركي يوصلوا. نحن وصلت مرحلة إنه ياخذ فرش بيت كامل ما بيوصل لمبلغ 3000، لا يعني ما بيوصل ب 2000 ممكن ممكن غرف نوم، غرفة نوم غرفة فرن، فرن غاز، براد، هذا الموضوع كامل مع التلفزيون راديو سجاد اكيد اكيد. يعني بتذكر كان التلفزيون يعني خذوه ب 30 ليره مشي، هيك كانت الاسعار. حتى في كان موضوع انه ياخذوا عفش من عنا، نكون مثلا شارين بيت لنفترض في عفش كتير يزيد منه قسم، يعني خلص انه طلعت اموره وارباحه وهالامور هاي، زاد منه قطع كتير نقدر نقدمها مجانا يعني مع البيع، انه مثل هديه هدول الاغراض، خلص خود هي معك للبيت، خود هي القطعه كمان للبيت، هدول ما بنحقون يعني. موضوع كان يسير يعني في هلا في صعوبه صار هلا يعني هلا من جديد من فتره سنه ونحن وجايين هلا من فتره سنه صار في شح بالمستعمل، لانه ما عاد في يعني الاتراك اكثرهم ما عاد بدلوا
هذا الموضوع كتير ضايقنا، ما عاد في يعني بيوت ايام بيمرق شهر شهرين ما في موضوع اساس منزل او براد او غسال. السوري استقر وقعد تمام، ما عاد في سفر، عم نضطر نحن نطلع على اسيا، عم نضطر نطلع لغير محافظه من اسطنبول لنقدر نحمل ونجيب هذا الموضوع، عم نشتري من محلات، عم ندفع مبالغ لحتى نجيب موضوع الغساله والبراد وغرفه النوم وهالامور هي كلها. موفقين ان شاء الله، شكرا على الشاي. الله يسلمك يا رب، اهلا وسهلا فيكم. الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعه معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعه وياكم.